وقول الله تعالى يوفون بالنذر، هذه الآية وردت في ضمن صفات أثني بها على عباد الله الصالحين، وذلك في سورة الإنسان، قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولو طرا إشكال فقيل كيف يثنى في هذه الآية على الموفين بالنذور مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، وقلتم على هذا إن عقد النذر مكروه أو محرم، فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أن قوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير إنما هو في ابتداء النذر، وذلك لأن ابتداء النذر يكون الدافع له إما عدم الرغبة في العبادة إلا بحصول هذا الشيء الذي علق نذره عليه، كأن يقول إن شاء الله مريضي فلا أصلي ركعتين، فكأن هاتين الركعتين شاقة عليه وأن نفسه تضعف عن أدائها، فلذا من هذا الوجه لا يأتي النذر بخير. وجه آخر من كون أن النذر لا يأتي بخير أن الناذر في ظاهر أمره أنه لم يحسن الظن بالله عز وجل، إذ لو أحسن الظن بالله عز وجل لما علق هذه العبادة في فعلها على هذا النذر. الوجه الثالث من كون أن النذر لا يأتي بخير أن في ظاهرها أن الله عز وجل محتاج للعبادة، وهذا غير صحيح، إن تكفروا فإن الله غني عنكم فلا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. الوجه الرابع من كون النذر لا يأتي بخير أن من وقع فيه وألزم نفسه بعبادة هذه العبادة قد تشق عليه وقد يبحث عن السبل التي بها يتخلص من فعل هذا المنذور، وهذا مشاهد في حق من نذر، قد ينذر البعض إن حصل له شيء محبوب أو زال عنه شيء مكروه أن يصوم كل خميس فيجد من المشقة والعناء والله به عليه، أو ما شبه ذلك من هذه النذور التي تثقل على المسلم، فمن هذه الأوجه دل على أن النذر لا يأتي بخير، هذا في ابتداء عقده، لكن إن دخل فيه فيكون محل ثناء ومدح من الله عز وجل إن وفى به، وإن لم يوفي به كان محل ذنب كما قال عليه الصلاة والسلام وينذرون ولا يوفون.